أعزائي طلبة وطلبات الثانوية العامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الكيمياء للثانوية العامة، الحلقة رقم 71. هيكون في ضيفتنا النهاردة دكتور هيثم كمال، واللي هيشرح لنا الكيمياء العضوية. صباح الخير يا مستر. صباح الفل أستاذ أحمد، منور ربنا يخليك. صباح الفل يا أولاد، وحشتوني وحشتوا أساتذتكم على مستوى الجمهورية. عارف إن الناس استحملت كتير الفترة اللي فاتت وعانت كتير الفترة اللي فاتت، وعارف إن كل أساتذتنا جيش ورانا ومساندنا إن شاء الله، ونتقابل على خير لما يكون كل واحد فينا حقق اللي هو عايزه ان شاء الله. انا عارف ان انتوا قدها، وان شاء الله باذن الله قدرتنا ديت عايزين نطلعها في الشغل الفتره اللي جايه ديت، عشان يدوب عارفين وقتنا اللي باقي قد ايه، فلازم نشتغل ازاي وقد ايه. النهارده ان شاء الله حاجه كلنا بنحبها وانتوا اكتر ناس بتحبوها، الكيمياء الايه، الكيمياء العضويه. السبوره وحشتكم وحشتنا، ايه رايكم؟ يلا بينا بعد اذنك. اتفضل دكتور، اتفضل. طبعا عندنا معلومات كتير عن الكيمياء العضويه، لكن هل يا ترى حد عارف ان الكيمياء العضويه دي عباره عن حكايه وليها راوي وليها ابطال؟ وبعد يا مستر احنا هنحكي ولا هنراجع؟ وبعدين احنا عايزين في وقت قليل نراجع كم كبير. ما لازم تكون فاهم الموضوع علشان تقدر تتناوله بسهوله وبسرعه. طب مستر، مين هو الراوي؟ الراوي مجموعه العلماء اللي احنا اتكلمنا عليهم اللي دخلونا من الغير عضويه الى العضويه. طب ومين يا مستر الابطال؟ الافراد اللي بنتكلم عليها. قصدك مين؟ قصدي المركبات اللي بنتناولها بالدراسه. طب وهي الافراد يا مستر ازاي شبه المركبات؟ هل يا ترى في فرد شبه التاني؟ لا يا مستر، كل واحد مختلف عن التاني، كل واحد له خصائص مختلف عن التاني، وكل واحد له سلوك مختلف عن التاني، وكل واحد له قانون بيمشي عليه مختلف عن التاني. طب ما هي المركبات العضويه كده. قصدك ايه؟ قصدي السلاسل المتجانسه، اللي هي ايه؟ اللي هي الكانات، الكينات، الكينات. تصدق فعلا الالكان ليه قانون غير الالكين غير الالكاين؟ كلهم سي ان اتش 2 ان، لكن في الالكان يزيدوا 2، سي ان اتش 2 ان زائد 2، وفي الالكين سي ان اتش 2 ان بس، وفي الالكاين سي ان اتش 2 ان ناقص 2. ايه ده؟ تصدق كل واحد ليه قانون، كل واحد ليه تركيب. الالكان يا مستر كل الروابط اللي فيه احاديه من النوع سيجما قويه صعبه الكسر. الالكين عنده رابطه سيجما ورابطه باي سهله الكسر يعني اكثر نشاط. الالكاين عنده ربطة ثلاثية، واحدة سيجما واتنين باي، يبقى ربطة واحدة بتبقى سيجما، لو ربطتين سيجما وباي، ثلاث ربطات سيجما وباي باي. مختلفين ولا مش مختلفين؟ مختلفين. مين أكثر نشاط من مين؟ فاكرين إن كل ما يزيد عدد الروابط باي بيزيد النشاط، لأنها سهلة الكسر، وكلمة كسر يعني تفاعل إيه؟ كيميائي فعلا يا مستر. إلى حد ما المركبات متشابهة كتير مع الإيه؟ مع الأفراد. فده اللي احنا عايزين نتناوله. طب يلا يا مستر احكي الحكايه واحكيها من الاول. اول عالم هنتكلم عليه اسمه ايه؟ اسمه العالم بريزيليوس. عندنا معلومات قديمه عنه يا مستر. من امتى؟ من سنه تانية، لان الراجل ده عمل ايه؟ قسم العناصر الى فلزات ولا فلزات. جاي في سنه ثالثه عشان يقسم تاني، قسم المركبات الى مركبات ايه ومركبات ايه؟ مركبات عضويه وغير عضويه، وعمل لنا مقارنه مهوله كبيره تتراجع. كل كلمه بجيب لفظ عنها بتتراجع، كلمة معناها درس أخلص منه. ماشي. قسم المركبات ليه؟ لعضوية وغير عضوية، من حيث العدد، من حيث التركيب، من حيث نوع الروابط والاشتعال أو الاحتراق والرائحة، وحاجات كتير اتكلمنا عليها يا مستر. ده بالنسبة للتقسيم. طب واتكلم كمان في إيه؟ اتكلم كمان يا مستر في حاجة اسمها نظرية القوى الحيوية، اللي بتنص على إيه؟ قال إن جميع المركبات العضوية تنشأ تتكون، أسمع، تنشأ تتكون داخل أنسجة الكائنات الحية. سألوا إزاي؟ قال لهم بفعل قوى حيوية. يعني إيه الكلام ده بالبلد يا مستر؟ يعني أي مركب عضوي لا يتكون أبدا إلا داخل جسم كائن حي، إنسان، نبات، حيوان. مين اللي سمع الكلام ده فاكرين؟ سمع حد بيقول مين اللي سمع الكلام؟ اسمه العالم إيه؟ الراوي رقم اتنين اللي هو العالم إيه؟ العالم فوهلر. قال له تعال. ليه؟ هحطم لك النظرية بتاعتك. إزاي؟ هحضر مركب عضوي فين؟ خارج جسم الكائن الحي. فين؟ داخل المختبر. قال له تقدر؟ قال له وريني. قال له تعالى. دخلوا المختبر يا اولاد، واول مركب زي ما احنا شايفين لازم يكون غير عضوي، كلنا عارفينه وفاكرين اللي هو مين؟ اي جي سي ان او، يعني صيانه ايه؟ الفضه. صاحبنا فعله مع مين يا اولاد؟ مستر انت بتعمل بلوك ليه؟ البلوك ده بيتعمل في المخطط، هو شكله شكل مخطط لكن المضمون بتاعه اكبر من كده بكتير. طب مستر هنفعله مع مين؟ فاكره مع فعله مع مركب غير عضوي زيه اللي هو كلوريد الايه؟ الامونيوم. فاكرين كون ايه؟ صيانه امونيوم، ان اتش 4 ا سي ان او
برضو ده مركب غير ايه؟ عضوي. عمل ايه في الواد ده يا اولاد؟ سخنه. طب لما سخنه اتحلل؟ لا، اتشكل. وتحول الى ايه؟ اتحول الى H2N ها؟ COON اه H2 يا بيه. ده ايه ده؟ ده مركب ايه؟ ده مركب عضوي. موجود فين؟ في سائل. السائل ده موجود فين؟ في بول الكائنات الثدية، زي الحيوانات الثدية وزي الإنسان، البولينة أو اليوريا. حد ملاحظ حاجة؟ أنا حصلت للمرة الأولى على مركب إيه؟ عضوي من مركب غير عضوي. ده سؤال كتير أي حد متوسط المستوى يقدر يحله، بس حد لاحظ حاجة؟ إن المركب العضوي اللي قدامنا ده والمركب الغير عضوي اللي قدامنا ده الاتنين نفس عدد الذرات. يعني يعني لو بصيتوا كده، كم إن؟ اتنين. كم اتش؟ أربعة. والسي أهي والأو أهي. قصدك إيه؟ قصدي إن هما أيزوميران متشكلان مشابهان جزيئيان، رغم إن واحد عضوي والتاني غير عضوي. يبقى العادي اللي بنشوفه في الامتحانات وكتير بنحله، كيف تحصل على مركب عضوي من آخر غير عضوي؟ لكن الجديد نقول إيه؟ كيف تحصل على مركب عضوي من مركب غير عضوي له نفس الصيغة الكيميائية؟ مشابه ليه؟ مشابه ليه؟ حلو الموضوع يا مستر. طبعا. بس عملنا ايه؟ كسرنا وحطمنا نظريه القوى الايه؟ الحيويه. بعد كده بدا يتكلم عليها اولاد. خلاص دخلنا في العضويه. هنقسم المركبات العضويه الكان الكين الايه؟ الكاين. هنبدا بمين؟ بالالكان. والالكان ليه طريقه ايه؟ تحضير. اشهر حد مين؟ ميثان. ورا مين؟ ايثان، بروبان، بيوتان. امشي على المقطع مش كده ولا ايه؟ طب ويتحضر ازاي؟ اه يا مستر، طرق التحضير مهمه والتجارب عندنا مهمه. أربع تجارب أهم، اللي هو إيه؟ أول حاجة إن أنا أكشف على الكربون والهيدروجين داخل المركب العضوي. اتنين، إن أنا أحضر الميثان في المعمل. تلاتة، إن أنا أحضر الإيسيلين في المعمل. وأربعة، إن أنا أحضر الإيساين أسيتيلين برضو في المعمل. بس كده؟ آه يا مستر، هم أربع تجارب اللي بيجوا في الامتحان على طول، وهنشوف واحدة منهم إن شاء الله، وخليك فاكر. طب ايه رايك بقى ان طرق التحضير كتير قوي، اكتر من اربعه؟ يعني اي مركب يتكتب على السبوره النهارده وموجود عندك في منهجك لازم تعرف بيتحضر من ايه. زي اللي على السبوره كده، اللي هو مين؟ اليوريا. بيتحضر من ايه؟ من تسخين يا مستر صيانات الامونيوم. وصيانات الامونيوم بيتحضر من ايه؟ من تفاعل صيانات الفضه مع كلوريد الامونيوم. لازم تعرف الكلام ده. يبقى في اي مركب يتكتب لازم تعرف بيتحضر من ايه، والا احنا ما بنذاكرش يا اولاد. ايوه مستر، ساعات كتير اقعد كتير قدام المذاكره بالعشر ساعات واقول برضو مش عارف احل، عشان طريقه المذاكره اهم من عدد ساعات المذاكره. ماشي. في نقطه مهمه، الطالب الشاطر بس، ودي واخدها من بق طالب اولاد، مش واخدها، مش بتاعتي، مش بتاعت هيثم كمال ابدا، اللي هي ايه؟ ازاي انت ذاكرت يا طالب يا شاطر اللي طلعت من اوائل الجمهوريه او طلعت من اوائل ثانويه عامه؟ قال لي انا كنت بقعد، وده لازم تعملوه، واي مدرس بيكتب كلمه على السبوره انا بتخيل ان الكلمه دي جايه في الامتحان والامتحان بكره. تخيل انت لما اقول دي جايه في الامتحان والامتحان بكره، مدى تركيزك عليها هيبقى ايه؟ رهيب. طب ايه المشكله لما نقعد طول الحصه مركزين بنفس الطريقه دي؟ مش هنحتاج نراجع كتير. ماشي يا مستر، نحاول نعمل ده. نحضر اول الكان، وطبعا عارفين من مين. اسيتات ايه؟ صوديوم. عيب يا مستر، امال اسمه ايه؟ اسمه خلات صوديوم. اقول لك لا، وفي اسم كمان اللي هو ايثانوات صوديوم. لازم تكون ايه الماده ديت؟ اه ماده عضويه ولا مائيه. ولا مائيه يعني ايه؟ يعني مش محاليل. هعمل لها ايه؟ هعمل لها تسخين. كلمه تسخين تعني تقطير، والتقطير انواع. في تقطير اسمه تقطير جاف. اي، والتقطير الجاف بيتم ازاي؟ بفعل الملح العضوي اللامائي مع الصودا الايه؟ الكاويه، والجير الايه؟ الحي، على بعضهم اسمهم الجير الصودي. طب ما في كده في سؤال ظهر، اللي هو ايه؟ يستخدم الجير الايه؟ صودي، ولا يستخدم الصودا الكاويه فقط عند تحضير الميثان اللي هو CH4، ودي صيغته الجزيئيه. ليه يا اولاد؟ لما بسخن بسخن مع الجير الصودي، يعني الخليط. تعليل اجابته، لان الجير الصودي عباره عن خليط من الصودا الكاويه والجير الحي. الجير الحي ده ماده ايه؟ حفازه او سهاره بتخفض درجه الايه؟ الانصهار. اه، بتوفر الحراره وتخليني اقدر استخدم اناء والاناء ما يحصلوش اي ضرر. حلو مستر. نتج ايه؟ نتج الميثان. ابسط افراد الايه؟ المركبات العضويه كلها. الصيغه اللي قدامنا اسمها صيغه ايه؟ جزيئيه. في يا مستر صيغ تانية؟ طبعا. في صيغه اسمها صيغه اوليه. الصيغه الاوليه اللي هي ابسط نسبه، الصيغه الاوليه، والصيغه اللي بعدها الجزيئيه اللي بتوضح النوع والعدد، نوع الذرات وعددها.
وايه كمان يا مستر؟ لما اوضح الروابط بقى اسمها الصيغه البنائيه. كم صيغه؟ ثلاثه. الاولى بتوضح ايه؟ نوع، والثانيه نوع وعدد، والثالثه نوع وعدد وطريقه ارتباط الذرات وشكل المركب في الفراغ. مين افضل من مين؟ افضل من مين؟ البنائيه تملي افضل من الجزيء، هي افضل من الاولين. واحد يقول لي طب في حاجه كمان يا مستر كنا بنمثلها بالبلاستيك كده، كرات بلاستيك، ونعمل اشكال المركبات دي، اسمها نماذج جزيئيه، برضو بعبر بيها وبتوضح الشكل المجسم للجزيئات. ماشي يا مستر. اللي قدامنا ده مين؟ الميسان، يعني الكان، والالكان لقانون وليه سلوك. يعني سلوك يعني بيتفعل ازاي. كل روابطه من النوع سيجما قويه صعبه الكسر. الواد ده يا مستر مركب غير قطبي، يعني صعب يتفاعل مع الميه الا بشروط. الواد ده يا مستر مركب مشبع، وطالما مشبع يبقى يتفاعل بالايه؟ بالاضافه؟ لا، الاستبدال. ايوه، وممكن الاحلال. الاستبدال هو الاحلال، وممكن النزع. يبقى بيتفاعل بالايه؟ الاستبدال او الاحلال والايه؟ والنزع. طب الاستبدال زي ايه؟ تفاعل استبدال مع الكلور Cl2. UV. اسمه ايه ده يا مستر؟ هلجنة او كلورة. بالاستبدال، لازم تقول بالاستبدال، ما ينفعش اقول كلورة وبس. ماشي، هيحصل ايه؟ عند 4 اتش هنبدلهم، مش كده؟ يبقى التفاعل هيتم على كم مرحلة؟ على 4 مراحل. اعمل ايه؟ انقص اتش هيبقوا 3 واستبدلها بCl. مستر ده هاليد الكايل، مستر كلوريد ميسايل. حلو، بجيبه من الميسان ده، شاطر كده. يعني مش اتكون ايه والتفاعل اسمه ايه؟ لا، نتج من ايه؟ وايه نتج من ايه؟ عشان لما يقول لي كيف تحصل على من، تقدر تتعامل يا بيه. لما خلص الصبوره هتقدر تجيب كل الكيمياء العضويه. حلو، من صبوره واحده. يبقى CH3Cl باستمرار. ليه باستمرار؟ لانه عنده لسه ثلاث ذرات ايه؟ هيدروجين. اسمهم ذرات هيدروجين يا اولاد، بدول. ليه؟ لامكانيه استبدالها بذره عنصر اخر زي الكلور. السي اتش 3 هتبقى CH2Cl2، اسمه ايه؟ كلوريد ميسين او كلوريد ميسيلين. استمر، لسه في هيدروجين، يبقى باستمرار. يو في يعني 400 الترا فايلت. يحصل ايه؟ الاثنين هيبقوا واحد. نقص اتش، زود سي ال. الله، ده مين؟ ده ثلاثي كلوروميسان او كلوروفورم. يعني الكلوروفورم ده مخدر يا مستر، بس غير امن. ليه؟ الجرعات الزائده منه تسبب الوفاه، ولقينا الامن منه هنشوفه بعد شويه وهنحضره. حلو، باستمرار طبعا، لسه عنده اتش بدول، يبقى سي ال 2 يو في اهو. يبقى سي مفيش اتش خلاص، وسي ال 4. الله، ده رابع كلوريد الكربون او رباعي كلوروميسان، يستخدم كمذيب عضوي. فاكرين في ايه سي سي ال 4؟ يا مستر لما بنكشف على الماده الغير مشبعه بماء البروم الاحمر. يبقى انت برضو عارف بيتوظف فين ونتج منين ونتج ازاي وبعد كم مرحله. 4 مراحل. ماشي مستر، بيتفاعل بايه كمان؟ انت عارف انه بيتفاعل بالنزع. طب لو اتفاعل بالنزع يا مستر، يعني اسخن درجه ايه؟ 1000. غلط، لازم تقوم قايل نو اير. ليه؟ لان احنا عارفين ان الواد ده وقود. اثبت انه وقود يا مستر، واثبت ان انا لو سخنته ممكن يشتعل. تعال، مع الاكسجين فعلوا، سخنوه O2 ينتج ايه؟ ثاني اكسيد كربون وبخار الماء. مش مهم ده تكتبوه، اهم حاجه الهيت اهو. ايه ده؟ يعني اي وقود في الدنيا بعمل فيه ايه؟ ايه اهميه الوقود؟ هقول لفظ يمكن لو سمعته تعمل كده ازاي؟ احرقه. طبعا الكلمه دي لما بنسمعها كده احرقه، يعني انا بتلفه. لا، الوقود ايه اهميته بالنسبه لنا؟ الا لما يتحرق. الطاقه ما بتجيش الا لما يتحرق. ايه ده؟ يبقى الميثان الغاز الطبيعي وبيتحرق، ولما يتحرق احتراقه بيكون سهل. ليه؟ ويدي قيمه سعريه عاليه. ليه؟ لانه عنده كربونه واحده يا بيه. قصدك ايه؟ قصدي ان كل ما ذرات الكربون يزيد، كل ما القدرة على الاشتعال تقل. فعلا يا مستر، الغاز الطبيعي قدرة عالية على الاشتعال، والنظري بتاعها عارفين حكايته ايه. ونسبة الميثان في الغاز الطبيعي تصل ل 95% او 94%، نسبة كبيرة جدا منه. طب يا مستر خلاص اتفقنا، يبقى انا وانا بسخنه اسخنه بمعزل عن الهواء لحسن يحصل له اشتعال او احتراق. يحصل ايه؟ يحصل نزع. الهيدروجين اتنزع، يبقى خرج بالشكل ده وتصاعد غاز الهيدروجين. انتج مين؟ انتج يا اولاد اسود الكربون او الكربون الايه؟ المجزأ. اطارات سيارات وورنيش بقى وحاجات كتير زي الاحبار، زي كل اللي على السبوره شايفينه.
كل الاسود ده عباره عن اسود الايه؟ الكربون. مستر في حاجه تاني، في ايه؟ انا عايز اعمل للولد دون تفاعل مع الميه اسمها ايه؟ ماهر. بس لازم حفزيه. كات يعني قطه ولا عامل حفاز؟ كاتاليست عامل حفاز. درجه الحراره 705 وايه؟ 25. ينتج على طول مين؟ سي او واتش 2. مين فاكر ده مين؟ ده الغاز الايه؟ الغاز المائي. طب والغاز المائي ده بيستخدم كايه وكايه؟ كعامل مختزل، وممكن ايه؟ يستخدم كوقود. يعني ممكن اعمل منه ايه؟ ممكن استخلص يا مستر منه او بواسطه الحديد. فين؟ في فرن ميدريكس. يعني اخش على الكيمياء الايه؟ الكيمياء الغير عضويه. عندي على السبوره حتى الان طريقتين اخش بيهم على الكيمياء الغير عضويه. اقول لك يا مستر، التفاعل ده، التفاعل ده بيدي ايه؟ بيدي غاز الميثان ومعاه بيدي يا مستر كربونات صوديوم، وكربونات الصوديوم تدخلنا على المركبات الايه؟ الغير عضويه. واحد اللي ممكن كلوريد الفضه، بس كلوريد الفضه ده ناتج. ماشي. هنا يا مستر بيديني الغاز المائي اللي ممكن اخش بيه على خام الهيماتايت جوه فرن ميدريكس واحصل على الحديد. ولو وصلت ومسكت الحديد في ايديك، اي حد قدام عينيا دلوقتي بيقول لي انا ممكن اجيب لك الباب الاول كله بمعادلاته طالما معايا الحديد، صح؟ ماشي يا مستر. النقطة اللي بعدها يا أولاد، الميثان بيحب يتفاعل إزاي كمان؟ عارفين؟ لما نعمل يا أولاد؟ لما نسخن لدرجة إيه؟ 1500 ثم نعمل لها إيه؟ تبريد سريع فاست كولينج. إيه اللي بيحصل ويتكون مين؟ مستر عايزين صيغة بنائية بقى، وماله؟ سي وسي وأنت تقول رابطة إيه؟ ثلاثية أكمل الإيه؟ رباعية؟ إيه يا مستر ده؟ إيه رباعية دي؟ الرباعية يعني رباعية الكربون التكافؤ بتاعه يخليه حواليه أربع روابط، حلو. واتنين هيدروجين اهي. مين ده يا اولاد؟ ده الايساين اسيتيلين، عنده رابطه سيجما 2 باي، عنده رابطه سيجما 2 باي، يعني اكثر نشاط طبعا من اللي عنده 2. يا ايساين يا اسيتيلين، دي اول طريقه تحضير. وفي طريقه تانية فاكرين من مركب برضو غير عضوي اللي هو كربيد الايه؟ الكالسيوم سي اي سي اي سي اي سي 2. لما الميه اتش 2 او فوق راسه نقطه، حلو. تنقيط مستر، المركب ده مركب ايه؟ مركب مشبع ولا غير مشبع؟ المشبع بيتفاعل بالاحلال، يعني الاستبدال والنزع، وخلصنا منه. ده عنده روابط من النوع باي، يبقى غير مشبع، يعني يتفاعل بالاضافه. على كم مرحله؟ على حسب عدد الروابط باي. عنده 2 باي يبقى يتفاعل على مرحلتين. اول تفاعل اضافه طبعا معروف اللي هو تفاعل الهدرجه اتش 2 في وجود مين؟ نيكل اور بلاتين، شرط يكون مجزأ. ايوه يا مستر. درجه الحراره من 150 لازم ل 300. يلا نغني بقى. فين يا مستر الاغنيه؟ الرابطه دي رابطه ايه؟ ثلاثيه. عندها روابط ايه؟ باي. هيحصل لها ايه؟ هتتكسر. يعني الرابطه الثلاثيه لما يتكسر منها واحده باي هيبقى رابطه ايه؟ ثنائيه. تتكسر الرابطه الثلاثيه هتصبح رابطه ثنائيه. هروح اكمل الرباعيه، شايفين ايديا؟ وحط الذرات هي هي اهم، واضيف اللي اضيفه. يعني ايه؟ يعني ممكن اضيف هيدروجين، وممكن كلور هالوجين، وممكن اتش سي ال اتش بي ار هاليد الهيدروجين، وممكن ميه ماء حفزيه، عايزين مش مشكله على حسب اللي يضاف ايه، لكن الطريقه واحده. كسرنا الرابطه الثلاثيه بقت ثنائيه، وضفنا مين؟ ضفنا اتش 2، يعني اتش واتش. مين ده يا اولاد؟ الله، ده الايسيلين. دخلنا من درس ايه على درس ايه يا ريس؟ ده احنا كنا في درس الالكانات، وعندي مركب غير عضوي، وبعدين دخلنا على الالكينات، ومنه الى الالكينات. اذا كلها شبكه متصله ببعضها. يبقى لما يجي يقول لك كيف تحصل على من، ده معناه ان في علاقه بينهم، لازم تكون عارفها كويس قوي قوي قوي، فركز معايا كويس. ماشي. النقطه الثانيه، ده مركب ايه؟ غير عضوي. غير عضوي، حصلنا على مركب ايه منهم؟ عضوي. يبقى عندي كام مركب؟ 2 مركب عضوي، وعندي طريقتين للحصول عليهم، والطريقتين مختلفتين، مره من صيانات الامونيوم، والتاني عندك يا مستر كربيد الكالسيوم. اشهر مركب غير عضوي في الكيمياء العضويه، اشهر غير عضوي في الكيمياء العضويه. مستر الايسين، لسه عنده رابطه باي، وماله؟ ما احنا هنكمل، هنكسر الرابطه الثنائيه هتصبح رابطه احاديه. هروح اكمل الرباعيه، بص هكتبه ازاي. هروح اكمل الايه؟ الرباعيه، مش كده؟ اربعه حوالين كل كربون اربعه، واحط الذرات هي هي. يا مستر انت بتكتبها تحت ليه؟ هقول لك. هضيف اللي اضيفه اللي هو مين؟ ما احنا مستمرين، بنضيف مين؟ الهيدروجين. نيكل اور ايه؟ نيكل اور بلاتين. شرط يكون ايه؟ شرط يكون مجزأ. 150 ليه؟
ل 300 يبقى انا هضيف ايه؟ الهيدروجينيه. مين ده يا بيه؟ ده الايثان. بص هكتبه ازاي؟ سي اتش 3 وماله؟ سي اتش 3 وماله؟ هي هي. انت بتعمل ايه؟ بنوع ما بين اشكال الصيغ، مره جزيئيه مره بنائيه. امال دي ايه هي؟ اسمها بنائيه مبسطه. طب مستر انت عارف الواد ده مين؟ مين؟ ده الايثان. قصدك ايه؟ قصدي انه الكان، والالكان بيحب يتفاعل بالايه؟ بالاستبدال والنزع. يعني ايه؟ يعني لو جبت له دلوقتي كلور هيقول لي لا؟ لا طبعا. هيشتغل زي مين؟ هيشتغل زي الميثان. اي الكان بيتفاعل نفس التفاعلات لانه يتبع سلسله متجانسه يجمعها قانون جزيئي عام واحد تتفق في الخواص الكيميائيه لكن تتدرج في الخواص الفيزيائيه. واحد يقول يعني زي بعض كل الالكانات؟ كل الالكانات زي بعض، حتى طريقه التحضير زي بعض. اثبت. مين ده؟ ده ايثانوات صوديوم. انتج ايه؟ ميثان. طبعا الناس فاهمه صباعي معناها عدد ذرات الايه؟ الكربون. ايثانوات تنتج ايثان، تنتج ميثان. طب لو قلت بروبانوات تنتج ايثان من الاول. ايثانوات تنتج ميثان، بروبانوات تنتج ايثان، بيوتانوات تنتج بروبان. معايا قلم؟ مش هقدر اديكوا اكتر من كده يا ولاد عشان القلم في ايديا. يبقى بيقلل عدد ذرات الكربون. لو عندي 2 سي زي ما احنا شايفين اهي بتدي سي واحده بس. ماشي. يعني الايثان ده بينتج من بروبانوات صوديوم بالتقطير الجافي. يعني الطريقه هي هي زي ما هي. ماشي. هعامله نفس المعامله يا مستر. هنقص اتش وازود سي ال. الناس تلاحظ انا نقصت انهي اتش؟ اللي على اليمين، وزودت بدلها السي ال. بدل 3 بقوا 2. مستر ده كلوريد ايثايل، مستر ده هاليد الكايل. باستمرار الهيدروجين البدول لسه عندي 5، يبقى سي ال 2 يو في اهو. يحصل ايه؟ سي اتش 3 زي ما هي، والسي هنا بدل اتش 2 هتبقى اتش، والسي ال زادت بقت 2. بنقص اتش وازود سي ال باستمرار، واليو في اسمع ايه؟ سي اتش 3. ها سي سي ال 3. مين ده يا مستر؟ كمل وخلاص، قاعدين عمالين نشيل اتش ونحط سي ال وخلاص، مش فاهمين ازاي وقف. ومين اللي اتكون؟ واتكون منين؟ واستخداماته لو ليه استخدامات. مستر مين ده؟ ده مركب يستخدم في التنظيف الجاف. مركب التنظيف الجاف اللي هو واحد وواحد وواحد ثلاثي كلورو يا مستر. ايوه. اذا ده كان بيتاخد على هيئه استخدامات. ايوه يا مستر. نقدر نحضره وبيتحضر من مركبات نعرفها كويس. وماله؟ نستمر؟ طبعا. يدي خليط من عدة مركبات لوجود 6 ذرات هيدروجين يمكن استبدالها. فاضل 3 يا ولاد، قربنا. يو في سي ال 2 وماله؟ هيدي ايه؟ السي اتش 3 دي هتبقى ايه؟ سي اتش 3 هتبقى سي اتش 2 وبدلها سي ال، ودي خلاص زي ما هي تم استبدالها اهي. باستمرار سي ال 2 واليو في هيحصل ايه؟ لسه عندي هيدروجين يا بي، يبقى سي هيبقى اتش واحده، والسي ال 2 والسي سي ال 3. اخر خطوه سي ال 2 واليو في هيحصل ايه؟ هيدي سي سي ال ايه 3 ومعاه سي سي ال 3. اخر خطوه اللي هو مين ده يا اولاد؟ في ناس تحب تتكلم بالارقام وناس تقول على طول، يقول لك سداسي كلورو ايثان، صح؟ واحد يقول لك لا، واحد 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 اتنين 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 سداسي كلورو ايثان. الدقة حلوة، ايه المشكلة؟ مستر ده موجود فين؟ في كتاب مدرستك تحت هلجنة وكلورة الميثان، هتلاقي حتة حمراء تحت كده، بص عليها كويس لأن بعض الناس ما خدتش بالها منها. واوعى حاجة في كتاب المدرسة تكون بالنص ما تاخدش بالك منها. ماشي يا مستر، هبص عليها. نرجع تاني، احنا كنا فين؟ تنسيت؟ كنا عند الايثاين. مستر مش ده كربون وهيدروجين؟ بيستخدم كوقود. ايوه. اثبت انه وقود يا مستر. وماله؟ تعالى يا اكسجين. تاني كده، تعالى يا اكسجين. مستر قلته مرتين ليه؟ لان الناس عارفين ان 3 و5 مختلفين، في كميه محدوده وكميه وافره من الاكسجين. طب الناتج بيكون مين؟ ثاني اكسيد كربون وبخار الماء، ده ثابت مش كده؟ يبقى لي شويه كربون. ليه؟ ما لحقوش يا اولاد يتحرقوا. ليه؟ اصل الاكسجين مش كفايه 3 وهنا 5 معايا، مش كده؟ اوعوا تنسوا شويه ايه؟ شويه هيت، مش كده؟ ده بيقولوا عليه ده يا مستر يحترق بلهب مدخن او لهب داخن بسبب تصاعد جزيئات الكربون. يبقى مش عايز المعادله تتكتب اصم كده وخلاص.
حاجة محطوطة وخلاص ومكتوبة وخلاص، ده كلام واستخدام أكنه بني آدم بالظبط، وليه سلوك وليه أهمية. حلو. طب وده يا مستر؟ لا ده 5 أكسجين، يعني كل الكربون اتحرق وبقى ثاني أكسيد الكربون، وأنت هتوزن في معادلتك يبقى H2O، مفيش كربون؟ لا، بدلهم 3000 درجة، وال 3000 درجة دول كافيين قوي لقطع ولحام أي إيه؟ أي معدن اسمه لهب الإيه؟ الأوكسي أسيتيلين، وشفناه أكيد. أيوه عارفين الراجل السمكري يا مستر عنده أنبوبتين، أنبوبة فيها أكسجين والتانية فيها أسيتيلين، درجة الحرارة عالية، وشفنا الكلام دون. إذا ليها استخدام، مش بنكتب كلام والسلام. حلوة دي. طب يا مستر ممكن نفعله مع مين كمان؟ قول انت عملنا ايه؟ عملنا هدرجة يا مستر وعملنا الاحتراق. اعمل هلجنة، بس الهلجنة بتبقى على كم خطوة يا أولاد؟ على خطوتين زي ما تعودنا، لأنه عنده بدل الباي 2. طب ايه رأيكم لو قلنا بي ار 2؟ يبقى لازم نقول زائب في سي سي ال 4. تعرف تحضره؟ اعرف احضره يا مستر، وكتبناه. نرجع بي ار 2 اول مول، هنعمل ايه؟ اول مول العادي يا مستر بنغني نقول ايه؟ دي رابطة ايه؟ ثلاثية. تتكسر الرابطة الثلاثية هتصبح رابطة ثنائية، هروح اكمل الرباعية واحط الذرات هي هي. تصدق هي هي، بس بدل الثلاثية ثنائية بس. واضيف اللي اضيفه بي ار 2. بي ار بي ار. قصدك ايه يا مستر؟ 1 و2 ثنائي برومو ايسين، لونه ايه؟ عديم اللون. ليه؟ لونه ايه؟ لونه احمر. حصل له ايه؟ حصل له زوال. ليه؟ لان المركب ده مركب غير مشبع، يتفاعل بالاضافه. حلو. ايه اللي هيحصل؟ المول الثاني يعني مع بي ار 2 ثاني؟ ثاني. زائب نفس الحكايه في سي سي ال 4. هتتكسر الرابطه الايه؟ الثنائيه. هتبقى رابطه ايه؟ احاديه. هكمل الايه؟ الرباعية. احط الذرات ايه؟ هي هي، يعني نقلهم زي ما هم كده، هنا الاتش وهنا البي ار. بي ار يا شطار مستر. امال هنا وهنا ايه؟ ضيف اللي هتضيفه بقى. ايا كان عندي كام بي ار؟ 2. اقروا كده يا اولاد المركب ده يا مستر. ده 1 و1 2 و2 رباعي برومو، وممكن كلورو، وممكن ايودو، اي هالوجين. حلو. ده اسمه كشف عدم الايه؟ تشبع. يبقى ما تسيبش معادلة إلا لما تاخد الجزئية النظرية بتاعتها. ماشي يا مستر. طيب نرجع تاني، بعد كده بتفاعل مع مين يا أولاد؟ بعد الهالوجين بيتفاعل مع هاليد الهيدروجين، برضو على كم مرحلة؟ مرحلتين. مثلا HCl، يلا نغني مع بعض. تتكسر الرابطة الثلاثية هتصبح رابطة ثنائية، هروح أكمل الرباعية وأحط الذرات هي هي، وأضيف اللي أضيفه HCl. الله، هي كده؟ هي أحلى من كده. طب ماشي يا مستر، ادي HCl. تقدر تقولي ده مين؟ ده كلوريد ايسين. تقدر تقولي كمان اسمه الشائع ايه؟ كلوريد فاينيل، اللي بنحضر منه PVC بالبلمره بالايه؟ بالاضافه. بلمره بالاضافه، صح. استنى يا مستر كده، هو الواد ده يا مستر مش فاضل له مول تاني؟ لو انا هضيف الرابطه الثنائيه هتبقى ايه؟ احاديه. هروح اكمل ايه؟ الرباعيه، واحط الذرات هي ايه؟ هي. وهضيف اللي ايه؟ هضيفه. هضيفه خلاص؟ لا، مش هضيفه خلاص. ليه؟ هتستخدم قاعدة اسمها قاعدة ماركونيكوف. ليه؟ هو ده ألكين غير متماثل؟ بص عليه يمين وشمال، مش شبه بعض. هو ده مركب غير متماثل؟ وراجع القاعدة بتاعتي بتاعت ماركونيكوف، اللي بتقول لي ضيف الاتش عند الغنية بالهيدروجين، وضيف السي ال عند الفقيرة، ينتج على طول مين؟ 1 و1 ثنائي كلورو ايسان. يبقى انا لو عايز 1 و2 ثنائي برومو مثلا، ده مش من الايسان يا مستر، لكن لو عايز 1 و1 يبقى من الايه؟ من الايسين، اللي بينتج من ايه؟ اللي بينتج من الايسين يا مستر، كلوريد ايسين. يا مستر المرحله الثانيه يديني 1 و1. يبقى انا لو محتاج 1 و1 ثنائي كلورو، 1 و1 ثنائي برومو، ابدا بمين؟ اي ساين ومع اتش سي ال على مرحلتين. اي ساين واتش سي ال على مرحلتين. اي ساين واتش سي ال على مرحلتين. في حاجه كنا قايلين عليها وما كتبناهاش، اللي هي ايه؟ ممكن نعمل له ايه؟ بلمره. بلمره بالايه؟ بالاضافه، عشان يكون لنا يا اولاد بي في سي. مين فاكر بي في سي؟ يعني سي وسي رابطه ايه؟ احاديه. فارد دراعاته، هات اقواس واضربه في ايه؟ في ان. والذرات مع الرباعيه هي هي زي ما هي.
الله، هو ده بي في سي؟ هو ده بي في سي. طب والبلمره بالاضافه يا مستر يعني ايه؟ عمليه تجميع عدد كبير من الجزيئات البسيطه الغير مشبعه مثل الايسيلين مثلا، مثل الايسيلين. ايوه يا مستر، بيسموها مونيمرات او مونومرات. عن طريق ايه؟ ضغط يصل لايه؟ 1000 ضغط جوي. حراره ايه؟ حراره عاليه. عوامل ايه؟ عوامل حفازه. اسمها ايه؟ عوامل مساعده، او كمان ليها اسم مواد بادئه. عباره عن ايه؟ فوق اكاسيد. الله، ايه يا مستر اللي احنا بنعمله دلوقتي؟ بترد على نفسك، ده اسمه ايه وليه اكتر من اسم ولا لا؟ ما هو ممكن يجيب اي صيغه واي اسم، لو انت غايب عنك اسم منهم هتبقى مشكله. لما يقول لي فوق الاكاسيد دي مواد او عوامل مساعده تستخدم اثناء عمليه البلمره بالاضافه، كل الكلام ده لتكوين ايه؟ جزيئ عملاق كتلته الجزيئيه عاليه، اسمه بوليمر. ايوه يا مستر. نرجع تاني، ايه اللي هنعمله بعد كده يا اولاد؟ وهتقول لي فاضل الايماء الحفزيه. برافو. والايماء الحفزيه عارفينها كلنا، ايه؟ لما اقول H2O ما ينفعش يا مستر، لازم عامل حفاز كان مين؟ HgSO4 كبريتات الزئبقيق محمضة بحمض كبريتيك، التركيز 40%، درجة حرارة 60 سيليزية. الله، دي أغنية. هينتج حاجة لو تفتكروها، كان مركب كده غير ثابت. يا مستر، اللي هو ايه؟ اللي هو كحول الفاينيل. مين فاكره؟ تملي بننساه. ده مركب وسطي غير ثابت، لو بصيته كده هتلاقوه شبه اللي فوق ده، بس بدل السي ال اللي عندي دي هتلاقيه اتش. 2 سي رابطه ثنائيه، مظبوط. 3 اتش وذره غريبه، 3 اتش وحاجه غريبه مجموعه. ايوه، ده اسمه كحول الفاينيل، وهو الكحول الوحيد الغير ايه؟ ها؟ الكحول الوحيد الغير مشبع، لان عنده رابطه مزدوجه يا مستر. حلو، ناخد بالنا اللي هو كحول الايه؟ الفاينيل. المرحلة الثانية بيعيد تشكيل نفسه يا أولاد، ويتحول إلى CH3CHO، يعني أسيتال دهايد. سمعت إن الواد ده يا مستر بيحب حاجتين، إيه؟ بدل الأكسدة بس أكسدة واختزال، تمام؟ طب ممكن لو أكسدناه ولو اختزلناه أكيد هينتج حاجتين يا مستر مختلفتين. طب لو اختزلناه ينتج إيه؟ ولو أكسدناه بعوامل الأكسدة اللي هي KMNO4 برمنجانات بوتاسيوم محمضة بحمض كبريتيك، شرط يكون كونكو ساخن. كونكو ايه؟ وساخن. يدي مين؟ انا عارف دي يا مستر، CH3COOH اللي هو حمض الاسيتك او الخل. طب ولو عم اختزلناه بيدي الايثانول يا مستر، C2H5OH. حلو. سؤال بقى، حاجه من العمل. طبعا انتوا عارفين الكيمياء العضويه فيه حاجات كتير، وحاجات كتير للاسف من اللي اتلغى فيها عظمه. قول يا مستر العظمه، مين ده؟ ده اسيتال دايد. عارفين ريحته ايه؟ ايه؟ ريحته ريحه الفواكه، تفاح اخضر. الله، عارف الشمة الصغننة دي؟ ممكن تسبب سرطان. ايه؟ طب لو اكسدناه يدينا خل ممكن يتناول. الله الله يا الله، ايه دي؟ من ضمن الحاجات الجميلة، وفي حاجات للأسف اتلغت بقى بس انتوا خدتوها، يعني المادة اللي بتستخدم في علاج الحروق ومتفجرات في نفس الوقت. ده ايه؟ ده الله يا الله. مستر ناقص حاجة، ايه؟ الولد ده كده لو عملنا له بلمرة حلقية أو بلمرة ثلاثية، يعني نسخنه جوه ايه؟ أنابيب من الايه؟ من النيكل. قلنا ايه؟ مسخنة، بس لدرجة ايه؟ الاحمرار. يدينا حلقة مين؟ حلقة بنزين. حلقة بنزين يعني مركب أروماتي من مركب أليفاتي، يعني مركب مغلق السلسلة حلقي من مركب مفتوح السلسلة، مركب يحتوي على رابطة ثلاثية إلى مركب يحتوي على ثلاث روابط ثنائية مزدوجة متبادلة داخل الحلقة. أيوة يا مستر، كل دي ألفاظ لأسئلة أنت تسمعها وإجابتها على السبورة قدامك، تجيبها من أي حتة تمشي مع الأسهم. وماله؟ نخش على اللي بعده يا مستر، خلصنا الإيساين، خش على الإيسين. الإيسين برضه يا أولاد بيحب إيه؟ بيحب الاحتراق. ليه؟ أي هيدروكربون يا مستر يستخدم كوقود. طب يلا احرقوه، سخنوه مع O2 يدي مين؟ ثاني اكسيد كربون وبخار الماء وشويه هيت على طول. اوعى تنسوا الهيت، ازعل. ماشي، انت اللي تزعل يا مستر، مش مشكله. لا الامتحان قصدي، يعني لا الامتحان لا. طيب ايه اللي هيحصل بعد الهدرجه؟ اعمل هلجنه. والهلجنه يا اولاد يعني ايه؟ يعني CL2. حلو، CL2 يا اولاد يعني ايه؟ الرابطه يا مستر شايفها ثنائيه، هتصبح رابطه احاديه. اروح اكمل الرباعية وحط الذرات هي بنقل الذرات هي واضيف اللطيف بالشكل ده. مستر
ايه؟ واحد واثنين ثنائي كلورو ايسان. اه يجي من الايسين. طب وواحد وواحد بيجي من الايساين. حلو نلاحظ. مستر انت فعلت على مرحله واحده ليه؟ عشان عنده باي واحده. الله، يبقى كل ما عدد الروابط باي يزيد النشاط يزيد وعدد خطوات الاضافه تزيد. الله، يبقى استنتاجات. ماشي اللي بعده. مستر فعلناه مع ايه؟ فعلناه مع الكلور. ممكن يا مستر نفعله مع اتش سي ال؟ فعله مع اتش سي ال. مع اتش سي ال على خطوه ايه؟ واحده يحصل ايه؟ تتكسر الرابطه الثنائيه. سامع بقى الناس؟ حد يقدر يقولها؟ تتكسر الرابطه الثنائيه، هتصبح رابطه احاديه. هروح اكمل الرباعيه واحط الذرات دي زي ما هي، واضيف الاضيف اللي هو مين؟ اتش سي ال. حلو. واحد يقول لي لسه ايه؟ ممكن يا مستر نعمل تفاعل تاني. ايه اسمه ايه التفاعل التاني يا اولاد؟ اكسده. سمعته قبل كده؟ باير. باير، بس ده ليه اكتر من اسم يا مستر. ممكن يسموه اكسده او اماهه حفزيه. وعوامل الاكسده معروفه، كي ام ان او 4 مصدر الاكسجين، بس يكون في وسط قلوي. يدينا على طول مين يا اولاد؟ سي اتش 2 او اتش. سي اتش 2 او اتش الكحول الشهير ثنائي الهيدروكسيل. قصدك ايثيلين جلايكول يا مستر؟ قصدك الكحول اللي بيستخدم في فرامل الهيدروليك يا مستر؟ قصدك اللي بيمنع تجمد الماء في مبردات السيارات في المناطق البارده المتجمده يا مستر؟ نظري بتاعي معايا. ماشي، عملنا يا اولاد؟ فعلنا يا مستر. فاضل ايه يا اولاد؟ فاضل كمان يا مستر تفاعل شهير اسمه نزع الماء. انزع الميه، يبقى لازم نزع الميه مين؟ اوعى ايدك H2SO4. طب لو قلنا درجة 80 يا أولاد؟ آه، درجة 80 بينتج مركب مهمل إلى حد ما اسمه كبريتات الإيسايل الهيدروجينية. ده ليه أغنية يقول لك مركب وسطي غير ثابت يتحلل بالحرارة والماء. مركب وسطي غير ثابت يتحلل بالحرارة والإيه؟ والماء. طب أدي مية هي يا مستر، وريني هيتحلل يدي إيه؟ عند 110 درجات الحرارة إشارة. طب عند 110 هينتج إيه؟ الايثانول. ايوه صح. يبقى خلي بالكم ان درجه الحراره بتدل على الناتج ايه. شرط التفاعل بيدل على الناتج ايه. الماده اللي معايا بتدل على اللي بعدها ايه. لو انا عندي رابطتين يا مستر يبقى هتتكسر على مرحلتين، يبقى الاولاني ايه والتاني ايه. كل ده دماغي شغاله بترتاح بعدين. ماشي مستر. الايثانول ده لو عملنا له ايه؟ لو نزعنا منه ميه، نزع الميه معروف H2SO4 كونك عند كام؟ 80 يديني نفس المادة دي. يبقى خلي بالنا كده كل اللي بيتجه للمادة دي درجة حرارته كام؟ 80. طب لو حبينا يا أولاد ناخد الولد دون نحضر منه الإيسين نعمل ايه؟ مستر انت اللي قلت ان ده مركب وسطي غير ثابت يتحلل بالماء فاضل الحرارة. 180 ينتج إيسين. يبقى الولد ده عند 100 وايه؟ و80 تسخين ينتج لنا مين؟ الإيسين. واحد يقول لي في حاجة يا مستر حضرتك نسيتها، ان انا ممكن بخطوة واحدة اجيبها. صح، لو انا من الايثانول مباشرة حبيت اعمل اختصار H2SO4 كونك مركز ساخن 180 ينتج ايسين، يبقى درجات الحرارة اشارة. درجة الحرارة اشارة. الله، حلوة يا مستر. يبقى وصلنا كده يا ولاد للتفاعلات. اللي قدامنا ده عبارة عن ايه؟ اللي قدامنا ده مخطط. اللي قدامنا ده عبارة عن علاقات تحولي المركبات من بعضها من الى والعكس. ماشي، بتعرفني سلوك المركبات مين يتفاعل بايه ومين يتفاعل بايه. ماشي، انا اقدر اشيل دلوقتي المخطط اللي قدامنا ده. اشيل ايه يا مستر بالظبط؟ اشيل شروط التفاعل واسيب المركبات. تقدر تستنتج شروط التفاعل ولا ما تقدرش؟ اقدر اكتبها لك لوحدها. اشيل المركبات واحط شروط التفاعل. تقدر لو شروط التفاعل دي موجوده تكتب الماده ولا ما تقدرش تكتبها جوه البلوك؟ اقدر اكتبها. يبقى المعلوم بنجيب مجهول. اتعامل بالظبط زي المسائل. ماشي، يبقى العضويه عايزه بس حنكه في التعامل، لان انا بمثلها بالظبط انها عامله زي غزل البنات. غزل البنات ده بصوا بيهش ازاي. ينفع حد يمشي بغزل البنات كده في الشارع في الهواء يطير منه ما يقدرش عليه؟ طب لو لمه في جيبه هيقدر عليه. يبقى قدرتك ان انت تلم الكيمياء العضويه وتقلل حجمها على قد وقتك ووقتها هتقدر تتعامل معاها. مبسوطين؟ ان شاء الله اشوفكم على خير الحصه الجايه. في حاجات انا عارفكم عايزينها ليه الايزومرات وعدد الايزومرات هجهزه لكم، لان ده من ضمن الحاجات المهمه. وان شاء الله باذن الله لنا لقاء نكون ذاكرنا الكلام اللي على السبوره. كل سنه وانتم طيبين.
وان شاء الله على خير. اتفضل يا دكتور. لما اكون ضيف تقيل عليكم. اتفضل يا دكتور. تسلم. عايزين منك كده رسائل سريعه للطلبه اللي قاعده بتذاكر في البيوت. والله انا هقول لحضرتك على حاجه. كل نصيحه وليها وقتها. تمام؟ يعني في نصايح كتير غايه في الاهميه ومحترمه جدا، لكن الوقت بتاعها مش مناسب. لازم يا جماعه، وكلمه اتقالت يا استاذ احمد، ان انا على حسب وقتي على حسب ما بتحرك. جميل. ما ينفعش جدا ان انا افرد وقت طويل ونصايح كتير تاخد وقت اطول، مش على قد وقت، لازم يبقى من ارض الواقع. رقم واحد، ان انا الوقت اللي باقي لي من شهر رمضان اكون منظم جدا في تقسيم وقتي. لازم الفتره اللي جايه دي يتقسم الوقت كويس قوي. جميل. وانا قلتها واسمح لي ان انا كنت عامل جدول صغير كده. تمام. الجدول ده هعلنه اهو، واللي يقدر يلتزم بيه يلتزم. في ناس استهترت بيه وبعد شويه لقت زمايلها طبقته ونفذته ارتاحت جدا يعني. جميل. فترة المذاكرة انت عارف حضرتك في شهر رمضان بتبقى صعبة شوية، مسلسلات والحاجات اللي بنشوفها ديت، وبقى في شد وجذب ناحية ايه؟ أي حاجة بعيدة عن الدراسة. جميل. فأكتر وقت مناسب بيبقى الوقت اللي هو من بعد الفجر، مباشرة بعد الفجر لحد الساعة 12. لو لاحظتوا في خلال الوقت ده يا أستاذ أحمد أنت عارف بتلاقي هص هص. يبقى ده الوقت المناسب اللي بعيد عن أي إغراءات. ده رقم واحد. واحد يقول لي ده تقريبا قد إيه؟ تقريبا 8 ساعات. أنتوا عارفين في وقت التحصيل الذهني بيبقى جيد في الفتره دي وقمه التركيز لان هدوء. دي حاجه. واحد يقول لي طب انا محتاج وقت اطول من كده، انا ما خلصتش حاجه، في وقت بديل. يبقى احنا كده معانا حوالي 8 ساعات. تمام. الساعه 12 ريح نام لحد العصر، بعد ما تصلي العصر طبعا هصحى على العصر، اقوم طبعا اشوف ايه اللي ورايا، لان اكيد في دروس بتبقى موجوده على النت، يبقى فتره ان انا اتفرج فيها على الايه، على الدروس بتاعتي. بقيت في ايديا دلوقتي حضرتك. انا ممكن افتح الموبايل بتاعتي اتفرج في اي وقت، اللي هي الفترة من الظهر والفترة من العصر لحد المغرب، دي الفترة المخصصة لتناول المواد الدراسية اللي هي على النت أو أيا كان. فترة طبعا الفطار هقول هنمتد لحد العشاء، ما فيش مشكلة، اللي عايز يرفع عن نفسه شوية ياكل ويقعد ويتفرج والكلام ده، ده لحد العشاء. فترة من العشاء لحد دي بقى أخطر فترة، اللي عايز اللي هي البديلة لأي وقت أنا محتاجه. أنا مش مكفيني الثمان ساعات بتوع الفجر لحد الظهر، عندك وقت حوالي تقريبا من 7 لـ8 ساعات برضو تقريبا، اللي هي من العشاء لحد الفجر. قسمها. بس رقم واحد، خد قسط راحة، ده أساسي. يعني أنت تقريبا نمت إيه فترة قليلة قوي، اللي هي من الظهر للعصر دي فترة قليلة قوي. هو لو ذاكر من الفجر للظهر كده البديل بتاعه أنه هو ينام من العشاء للفجر أو من بعد بالظبط، يبقى لازم ياخد حوالي 3 ساعات. لا هياخد 3 ساعات لأن هو أخد 3 ساعات الظهر، وإحنا عندنا الست ساعات، الست ساعات الصحية ذهنيا وبدنيا. وحضرتك عارف لما بنزود عدد الساعات جسمنا بيعمل ازاي؟ اكيد. يبقى قليل او اكتر ما ينفعش. تمام. يبقى ان شاء الله الوقت البديل لينا في النوم موجود، يعني مش ضايع. 3 ساعات من حوالي 8 ساعات، يبقى عندك حوالي مثلا من 4 أو 5 ساعات، قول 4 ساعات. جميل. الاربع ساعات دول قسمهم وشوف انت محتاج ايه مقصر فيه او لسه ما خلصش. يبقى الاساسي عندي والاحتياطي عندي. الاساسي اللي هو امتى؟ اللي هو من ساعة من بعد الفجر. ايوه ده الاساسي. الفترة الاحتياطية اللي احط فيها بقى لو عندي مشكلة وظهرت مشكلة جديدة يتحط في الوقت ده. تمام. نوع، واحد يقول لي محتاج ان انا اخد جزء من الراحة، خده في الوقت ده. يبقى انا كده بقى عندي كام ساعة نوم؟ 6 ساعات نوم. تمام. عندي وقت للصلاة، عندي وقت للاكل والشرب، عندي وقت قياسي للمذاكرة وبديل ليه. والوقت القياسي في الوقت الهادي. في ناس طبعا عامله لنفسها جداول، ومعلش كلنا ساعات بنسمع حاجات مخالفه لارائنا، مش مشكله مش عيب، نقول لا انا طريقتي كويسه، بس يبقى عندي شوق ان انا اجرب. جرب وارد صح. وان شاء الله لما تجربوه، احنا مش عايزين حاجه غير ان انتوا تبقوا كويسين وتدعوا لنا دعوه كويسه. شرفتنا يا دكتور هيثم، ونتمنى نشوفك في اللقاء. انا كنت مع حضرتك النهارده، نتمنى نشوف لقاءات قادمه ان شاء الله باذن الله، ونتمنى ان يكون الطلبه بتاعتنا كلهم استمتعوا بالشرح زي ما احنا استمتعنا بيه معاك في الاستوديو. شرفتنا دكتور، شكرا.